وبالعودة للحديث عن المعارك في محافظة الجوف ينضم إلينا من هناك الناطق باسم المقاومة الشعبية عبد الله الأشرف. سيد عبد الله أهلا بك. المعارك تدور هناك منذ أكثر من عام ونصف، ما الذي استجد الآن؟ بسم الله الرحمن الرحيم. منذ فجر اليوم شن الجيش والمقاومة هجوما واسعا على مديرية المتون، وتم اجتياح ما يقارب 15 درجة مترس فيها الحوثيين ويسيطر على مداخلها وعلى طرقها. وبفضل الله عز وجل وإقدام الأبطال اليوم تم اجتياح هذه المناطق وتمركز الأبطال قرب سوق الاثنين، أكبر سوق بين محافظة صعدة والجوف، وتم تأمينه واشتباكات عنيفة وسقوط عشرات الدتلة في صفوفهم، ما يقارب 20 أسير وكثير من الغنائم سقطت مزرعة الورش ومزرعة آل سليمان وآل ردة وكل المواقع التي كان الحوثي باتل منها لمدة أكثر من 11 شهر. كل هذه المناطق تم السيطرة عليها وتحريرها. نعم سيد عبد الله، تحرير هذه القرى، ما الذي يمكن أن يقدمه في سير المعركة؟ الآن نحن نقف على مشارف مديرية المطمه. المطمه والزاهر هذه هي المحادة لأرحب ولسفيان، لم يتبقى غير هذه المديريتين وهي بالتوازي عن اليمين مديرية الزاهر والشمال مديرية المطمه. نعم سيد عبد الله، سبق الحديث عن تحرير مواقع عدة مثل معسكر حام وغيره من المواقع، الآن يعاد الحديث عن تحرير هذه المواقع، ما الذي حدث بالضبط؟ بالنسبة لمعسكر حام لم يتم السيطرة عليه ولم يتم تحريره من قبل، وإنما كان يتم مهاجمته ويتم بعض تشكيل بعض الغزوات إليه، لكنه وتم حصاره لكنه لم يتم تحريره. وكذلك الآن نحن تم تجاوز ما يقارب 4 كيلو غربا، وأصبح معسكر حام بالخلف، ولكنه لا زال الإمداد من جهة السلسلة الجبلية، لا زال معسكر حام بداخله الميليشيا. إذا سيد عبد الله الأشرف الناطق باسم المقاومة الشعبية في الجوف، شكرا جزيلا لك.